السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة. الحرب في اليمن تدخل شهرها الثالث، والأوضاع الإنسانية تزداد سوءا، وشبح المجاعة يهدد نصف السكان في اليمن. ماذا يعني استمرار الحرب؟ وما هي تداعيات الأزمة الإنسانية؟ وما هي العوائق والتحديات التي تواجه الجهود الإغاثية في اليمن؟ في هذه الحلقة نناقش الأوضاع الإنسانية في اليمن، وسيكون معنا عبر الهاتف من الرياض رئيس الهيئة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، ومن صنعاء المسؤول الإعلامي لمنظمة اليونيسف محمد الأسعدي، وأيضا من صنعاء المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام. ولكن قبل أن نبدأ هذه التغطية نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. الحرب في اليمن تدخل شهرها الثالث، والوضع الإنساني كارثي بامتياز، وشبح المجاعة يهدد نصف السكان كما تقول المنظمات الدولية. التقديرات تشير إلى أن ثلثي عدد السكان لا يحصلون بسبب الحرب على مياه صالحة للشرب واحتياجاتهم من الغذاء والدواء، كما تشير أيضا إلى أن أكثر من 8 ملايين طفل بينهم نحو 1 مليون رضيع يعيشون كارثة غذائية وصحية. أوضاع بالغة التعقيد أجبرت الكثير من الأسر على العيش تحت الإقامة الجبرية في أحياء شبه خالية من السكان. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. صعب جدا في تعز. الشهداء، الأطفال، البيوت، القصف العشوائي على المنازل. نودع كل يوم شهيد، كل لحظة شهيد، ليس كل يوم شهيد. لا كهرباء، المجاري طفحت، الجهال بطون انوار ما ملل، ولا معانا ادويه ولا معانا شيء. وتظل المعونات التي تقدمها المنظمات غير كافيه، خاصه مع تزايد التحذيرات الدوليه بنفاذ المخزون الغذائي لنحو 60% من الاسر اليمنيه بشكل كلي. وايا كانت الاحتمالات المتوقعه او غير المنتظره التي قد تنهي الحرب وتداعياتها، فاليمنيون أكثر من غيرهم من يدفع فاتورتها ويكتوون بلظاها. يعجز المراقبون عن التنبؤ بمآلات هذه الحرب، كما تعجز أطراف الصراع عن التحكم فيها، غير أن الأهم من ذلك هو فقدان الأمل لشعب كان ولا يزال يحلم بحياة كريمة وعيش رغيد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأبدأ مع ضيفنا من الرياض رئيس الهيئة العليا للإغاثة ووزير الإدارة المحلية الأستاذ عبد الرقيب فتح. سيادة الوزير أهلا بك معنا. بداية، كيف تنظرون اليوم؟ الحرب تدخل شهرها الثالث والوضع الإنساني متدهور جدا، ما هي الجهود التي قدمتها الحكومة وأيضا المنظمات الإغاثية في هذا الجانب؟ شكرا جزيلا اخي العزيز. القرار بلقيس التي رافقتنا في كثير من مراحل المعاناه التي تسبب بها تحالف المقلوع والحوثيين. انا احب ان اشخص المشكله الاغاثيه اليوم في اليمن بصوره عامه كما وضحتم في تقريركم. هناك اليوم في اليمن بسبب الحرب 65% من السكان فقراء. هناك 12 مليون يمني يحتاجون للمساعده الغذائيه. هناك 10 مليون يمني يحتاجون اليوم للمساعدة العلاجية. هناك 423 ألف أسرة فقدت منازلها أخي العزيز، ما يقارب 7800 جريح وعدد كبير من الشهداء. نحن الآن نقوم بعملية جرد وإحصاء ميدانية. مراكز أقسام غسيل الكلى توقفت، توقف تطعيم الأطفال، وهذه مرحلة خطيرة جدا للحاضر والمستقبل. أبنائنا سيكونون مشوهين بسبب الحرب الظالمة الذي يقولها تحالف الشيطان. اليوم عدد من المستشفيات اخي العزيز سوف تتوقف. نعم سيادة الوزير، 25,000 مواطن. نعم سيادة الوزير عذرني في هذه النقطة. انا اريد والمشاهد يريد ان يعرف ما هو الدور الذي تقوم بها الحكومة وانت رئيس لجنة الإغاثة في هذا الجانب. هذه الأرقام الجميع يعرفها وايضا المواطن يلمسها. نحن نبذل كل الجهود التي نستطيع ان نقدمها. انت تعرف باننا حكومه بدون سلطات، السلطات مختطفه، الوزارات منهوبه، لكننا لم نيأس. نحن تقدمنا برنامج متكامل خلال الاسبوع الماضي لمركز الملك سلمان للاغاثه الانسانيه، وبدا فعلا الترحيل الحقيقي او النقل الحقيقي لاكثر من 5,000 عالق في مصر والهند تم وصولهم الى صنعاء. تحركت بالامس ما يقارب 36 شاحنه
5 منها شاحنة طبية و11 مواد محاليل طبية و20 شاحنة مواد غذائية من خلال مركز الملك سلمان. هناك لقاءات مكثفة مع منظمة الأمم المتحدة الأوتشا، وهناك لقاءات مع أطباء بلا حدود. هناك إشكالية إنسانية في جيبوتي سنحاول حلها إن شاء الله عبر الهلال الأحمر القطري والتعاون مع أطباء حول القارات. نحن نبذل جهدا استثنائيا خلال اليوم بصورة كاملة لإنقاذ شعبنا من هذه المأساة. نعم سيادة الوزير، هناك أنباء تتحدث عن وصول 200 شحنة مساعدات بر وبحر وجو، ما هي الآلية التي ستتخذونها لتوزيع هذه المساعدات وإيصالها أيضا للأماكن التي لم يصلها أي مساعدات حتى الآن؟ نحن شكلنا لقاء من السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمقاومة الشعبية في كل من المحافظات المنكوبة واللي هي عدن ولحج والضالع وتعز، لكن للأسف الشديد ليس المشكلة في الآليات، المشكلة أن قوات التحالف الشيطاني المخلوع والحوثي يقومون بإعاقة توصيل مثل هذه المساعدات بالذات لمحافظة تعز وعدن. تعز تعاني اليوم من حصار في منافذها من خلال ميناء المخاء أو ميناء الحديدة. نعم. أيضا محافظة عدن والضالع تعاني من إشكاليات التقطع التي تقوم بها الميليشيا لأي مساعدة نقدمها. نعم. تبذل جهود كبيرة جدا لإيصال هذه المساعدات سواء من خلال جيبوتي أو من خلال ميناء الحديدة والمخاء أو مطار صنعاء، لكن للأسف الشديد نواجه صعوبة في إيصالها للمدن المنكوبة. طيب سيادة الوزير، هل لديكم أي خطوط آمنة مثلا في عدن عن طريق البحر وأيضا في تعز من جهات لا تسيطر عليها الميليشيا من أجل إيصال هذه المساعدات، أم لا زالت السيطرة بشكل عام لا تمر يعني أي مساعدات إلا عن طريق الميليشيا التي تتهمكم بأنكم من خرقتم الهدنة؟ نحن لم نخرق الهدنة للأسف الشديد. الهدنة نحن أساسا ليس بأيدينا سلاح وليس بأيدينا أسلحة ثقيلة، أن خرق الهدنة هو المتواجدين على الأرض، وهذا الأمر مراقب ومتابع. بعد الهدنة توسعت الميليشيا في تعز وعدن. ما يتعلق بإيصال المساعدات كان يتبقى لنا ميناء المطافي، للأسف الشديد قبل 3-4 أيام في عدن تم توصيب مدفع رشاش لإعاقة أي سفينة تقترب من هذا الميناء. لكن ما يتعلق أيضا نحن لدينا منفذ بري نحاول عن طريق حضرموت والخط الساحلية والخط البري، ونحاول الآن إيصال بعض المساعدات عبر مارب، لكن أنا أؤكد بأن هناك معوقات تقوم بها الميليشيا المسيطرة على المنافذ في المحافظات المنكوبة. نعم سيادة الوزير، ابقى معنا. معي الآن من صنعاء المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام. أستاذ عدنان، ماذا عن الجهود الدولية للصليب الأحمر للعمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن؟ ما الذي قدمتم للمواطنين والمدنيين؟ في البداية بالنسبة للوضع الإنساني فهو مقلق جدا وكارثي، وإذا استمر الحال كما هو عليه الحال سيكون أكثر كارثية. فما زالت الاحتياجات الإنسانية قائمة وملحة، فيجب المساعدة وكذلك عدنان، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. عدنان ارفع الصوت قليلا. إذن يبدو أن هناك مشكلة. أعود لسيادة الوزير. سيادة الوزير، الآن مثلا الصليب الأحمر والمنظمة اليونيسف، ما مدى التنسيق بين يعني بينكم في لجنة الإغاثة والحكومة وهذه المنظمات التي لا زالت تعمل في الداخل في اليمن؟ نحن كما وضحت أخي العزيز ما يتعلق بالصليب الأحمر والهلال الأحمر نحاول التواصل، بالعكس نحن ممكن سهلنا كثير من المواد للهلال الأحمر والصليب الأحمر كي نوصلها إلى الداخل، لكن للأسف كل آليات المنظمات التي تعمل في الداخل الآن متركزة في العاصمة صنعاء نتيجة لصعوبة الانتقال إلى المحافظات المنكوبة الحقيقية. لكننا لم نيأس، هناك الآن لجان شعبية تم تشكيلها داخل تعز وداخل عدن، هي تعمل على إيجاد كثير من المساعدات من أصحاب الخير وهم كثر، وهناك حل لكثير من إشكاليات التواصل نتيجة الحصار التي تفرض على المحافظات المنكوبة وهي عدن وتعز ولحج والضالع. نعم
معالي الوزير، استسمحك ان تبقى معنا. اذا عاد معنا الاخ عدنان، كان هناك مشكله في الصوت سابقا. عدنان، حجم المساعدات الطبيه التي قدمتها الصليب الاحمر وايضا المواد الغذائيه التي تصل الى المدنيين، ما هي العوائق التي تحول بينكم وبين ايصالها الى المناطق المنكوبه، خاصه التي فيها صراع ولم تصلها اي معونه حتى الان؟ هل تسمعني الان بوضوح؟ نعم نعم، تفضل، الان اسمعك. في البدايه احب ان اضعكم في صوره ما يتعلق بالوضع الانساني الحالي. فالوضع مقلق جدا وكارثي، واذا استمر الوضع كما هو عليه الحال الان سيكون اكثر كارثيه. الاحتياجات الانسانيه قائمه وملحه. يجب ان تدخل المزيد من المساعدات. اليمن تعتمد باحتياجاتها على الاستيراد من مواد غذائيه ومشتقات نفطيه وكذلك دوائيه. بالنسبه للجدول الصليب الاحمر، في خلال الفتره الماضيه قمنا بمساعده اكثر من 500,000 متضرر في مجال الرعايه الصحيه، في توفير المياه وكذلك الغذاء والمواد الطارئه. نعم. عدنان، اللجنه الصليب الاحمر قالت ان يعني فقط الاحتياجات التي وصلت للسكان هي 15% يعني مما هي تحتاجه، يعني يحتاجها المدنيين في اليمن. من اين اخذتوا هذه التقديرات وهذه الارقام؟ اعتقد هذه ارقام اوليه، قد يكون اكثر او اقل، ولكن كما نرى وكما نشاهد ان المعاناه الانسانيه في وضع قلق. نحن من اول ما بدات الصراع الدائر حاليا دعونا الى ان يسمح بدخول المساعدات الانسانيه، دعونا من جميع الاطراف تسهيل عمل المنظمات الانسانيه من اجل التخفيف من المعاناه الدائره حاليا. نعم. طيب عدنان، ابرز الصعوبات التي تواجهكم، يعني هل هي يعني هناك مشاكل من الميليشيا في اماكن الصراع تمنعكم من ايصال اي معونات اغاثيه، ام ان هناك تعاون؟ نحن بالفعل يعني في بيئات مثل اليمن نواجه صعوبات في ايصال المساعدات الانسانيه. ابرز هذه الصعوبات عدنان؟ ابرز الصعوبات؟ هذه الصعوبات هي ايصال المساعدات وكذلك ادخال المساعدات. فنحن من خلال التواصل مع جميع اطراف النزاع ومن خلال الحديث الثنائي مع هذه الاطراف نقوم بادخال المزيد من المساعدات وكذلك ايصال تلك المساعدات الى المناطق المتضرره. نعم. طيب عدنان، معالي الوزير ورئيس الهيئه العليا للاغاثه الاستاذ عبد الرقي فتح هو الان معنا على الخط ويسمعك. لو كان لك سؤال او استفسار توجهه للوزير تفضل. عفوا اخي لم اسمعك جيدا. عدنان، معالي وزير الاداره المحليه ورئيس الهيئه العليا للاغاثه هو الان معنا على الخط. اقول اذا كان لديك سؤال او استفسار بخصوص يعني الاغاثه او يعني دعم المدنيين والوضع وتريد ان تساله تفضل، هو يسمعك الان على الهواء. لا يوجد سؤال، ولكن كما قلت سابقا ندعو جميع الاطراف الى تسهيل عملنا لادخال المزيد من المساعدات، كذلك تمكيننا من ايصال تلك المساعدات للمناطق المتضرره. نعم. طيب عدنان، اشكرك، اعود لمعالي الوزير الاستاذ عبد الرقيب. استاذ عبد الرقيب، الان كما ذكر الاخ عدنان المتحدث باسم الصليب الاحمر يقول انه اذا استمر الوضع على هذا الحال يمكن تدخل اليمن في وضع انساني سيء للغايه وقد يحدث مجاعه في البلاد. ما هو الدور المناط عليكم الان في هذه الاثناء من اجل تلافي ان يصل البلد الى وضع أسوأ مما هو عليه حاليا؟ والله هو الدور الرئيسي يقع على من يمارسون القتل ويمارسون النهب وليس على الحكومه. يفترض العالم يخاطب الميليشيا بايقاف عمليه قطع الطرق بايقاف القتل. اليوم في عدن هناك اختلاط ما بين مياه الشرب ومياه المجاري، هناك اشكاليه وكارثه انسانيه حقيقيه. انا مع ما يقوله الاخ عدنان، لكن اقول السؤال يجب ان يوجه الى من يحاول اليوم ان يدمر المدن في مقابل مفاوضات سياسيه. هذا طيب. الامر نحن نبذل ما نستطيع ولا نتخلى عن مسؤوليتنا.
معالي الوزير معذرة، ما هو دوركم في حشد الرأي العالمي والإقليمي والدولي حول هذا النقطة بالذات؟ نحن في حالة تقاعد مستمرة مع مجموعة الأمم المتحدة، مع الاتحاد الأوروبي، مع شفراء الدول العاشر الموجودة. نحن في لقاء وكل أسبوع نقوم بمؤتمر صحفي نوضح الحالة وما قمنا به بصورة مستمرة. نبذل جهود في كل الاتجاهات رغم محدودية الإمكانيات ورغم عدم وجود وزارات تساعدنا في تنفيذ مهامنا. طيب معالي الوزير، إذا ما يعني الآن هناك يعني المواد الإغاثية والطبية الآن التي تريد إدخالها إلى المواطنين والمتضررين في مناطق الصراع، هل لديكم خطة زمنية مثلا أنه يبدأ مثلا في عدن ثم في تعز ثم في محافظات أخرى، ويعني تعملوا جاهدين على فتح خطوط تواصل مع المقاومة لتأمين هذه المساعدات؟ نعم نحن لدينا عملنا خطة تنفيذية واستهدفنا 7 محافظات رئيسية سواء التي توجد فيها معارك أو التي انتقل إليها الناس كنازحين مثل حضرموت وعمران وصنعاء وإب أيضا. فلذلك لدينا خطة متكاملة ونحشد إمكانيات تنفيذ هذه الخطة، لكن للأسف الشديد كما قلت توجد محافظات مستهدفة كما أوضحت إلى جانب الضالع، لكن للأسف الشديد الإشكالية هي إشكالية في الميدان، الإشكالية هي في توصيل هذه المساعدات. لكن هناك كثير من المنظمات تحاول أن تدعم وتحاول أن تبذل جهود إنسانية مشكورة. للأسف الشديد ما نعانيه هو الجانب الميداني وقطع الطرق والتقطع لهذه المساعدات سواء القادمة من خلال البحر أو البر أو الجو. نعم معالي الوزير، البعض يشتكي من المواطنين والمدنيين في الداخل بأن هذه المساعدات تصل إلى أيدي الميليشيا، والميليشيا هي من تتحكم في توزيعها، ومنها مثلا المشتقات النفطية. على سبيل المثال ما حدث في إب، المستشفيات تعطلت وأوقفت بسبب عدم إيصال يعني مخصصاتها من المشتقات النفطية. كيف يمكن يعني التعامل مع هذه الحالات؟ هذا الكلام 100% مؤكد، ونحن درسنا هذا الوضع وكان أمامنا خيار، أما أن نوقف المساعدات أو أن نبدأ في المساعدات ونعمل هامش للفساد وهامش أيضا لهذه الميليشيات. نحن نحاول من خلال الأمم المتحدة، اليوم كان هناك اجتماع موسع للمنظمات الداعمة بحيث نبدأ بنقل المساعدات النفطية والمساعدات الغذائية عبر جهات دولية ترفع علم الأمم المتحدة، وسنعمل على إيجاد مساعدات معالجات قادمة إن شاء الله. إذن معالي الوزير أختم معك، ما هو يعني الوعد الذي ممكن تقوله ويعني رسالة تطمين للمواطنين في بذل جهود أكبر في هذا الجانب؟ أنا أحب أطمئن كل مواطني الشعب اليمني من صعدة إلى المهرب أننا لن نترك هدى في تقديم ما نستطيع عليه سواء في عادة العالقين، وهناك ما يقارب 5100 عالق عدتهم من الهند ومصر، وغدا ستبدأ رحلات من الأردن إلى جانب سنتجه إلى ماليزيا. هذا ما يتعلق بحل مشكلة العالقين. نحاول حشد المجتمع الدولي لإيجاد مساعدات عاجلة تحت أعلام منظمة الأمم المتحدة، وإن شاء الله تنجح جهودنا بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر معالي وزير الإدارة المحلية ورئيس الهيئة العليا للإغاثة الأستاذ عبد الرقيب فتح، كنت معنا من الرياض. أهلا بكم من جديد، وأعود مع ضيفي من صنعاء المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأستاذ عدنان حزام. أستاذ عدنان، هل لديكم يعني خطة أو تنسيق مع الأطراف المتصارعة داخل البلد وخطة مزمنة من أجل إيصال المعونات القادمة في الأيام المقبلة؟ نحن الآن نقوم بعملية تقييم لعدد النازحين وكذلك احتياجات للمواد الغذائية والصحية وكذلك احتياجات للمياه. نحن نسرعهم في المناطق التي تضررت من جراء النزاع الدائر حاليا.
نعم عدنان، فيما يخص المنشآت الصحية، هل لديكم مثلا إحصائيات عن المراكز الصحية والمستشفيات التي تعطلت بسبب الصراع، وما هي أيضا خطتكم لإيصال المعونات الطبية لهذه المستشفيات وتشغيلها من جديد؟ أخي الكريم، في بداية الصراع قمنا بتزويد، كانت من أولوياتنا أن تزويد هذه تلك المستشفيات بالمواد الجراحية والإسعافية، قمنا بتوزيعها في عدن، في تعز، في صنعاء، وكذلك نقوم الآن بتوفير لأجل أن تستمر تلك المنشآت تقديم خدماتها. نعم. المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأستاذ عدنان حزام، كنت معنا من صنعاء، أشكرك جزيل الشكر. وأنتقل مع ضيفنا أيضا من صنعاء، المسؤول الإعلامي لمنظمة اليونسف الأستاذ محمد الأسعدي. أستاذ محمد، أهلا بك معنا، وما هي جديد الجهود الإغاثية لمنظمة اليونسف في اليمن؟ حقيقة حرصت منظمة اليونسف من اللحظات الأولى لاندلاع هذا الصراع أن تكون متواجدة من خلال مكاتبها في 5 محافظات على الأقل، ومن خلال شبكة الشركاء الميدانيين في معظم محافظات الجمهورية، أن تقوم بإيصال المساعدات الإغاثية الأولى الموجودة في المحافظات ومستودعات سواء مكاتب الصحة أو المراكز الصحية أو الوحدات الصحية في المديريات والمناطق النائية. أيضا مساعدة مؤسسة المياه بإيصال المياه عن طريق توفير الوقود أو عن طريق ترميم وتصويب شبكات المياه التي تعرضت للدمار ولحقت فيها أضرار كبيرة جراء الصراع. قمنا أيضا بتوفير كثير من أنشطة الحماية النفسية والاجتماعية للأطفال عبر مراكز مختلفة موزعة في المحافظات، وأيضا في مراكز ومناطق النزوح المتمثلة في المباني الحكومية أو المدارس أو الأحياء التي نزح إليها السكان في المناطق المتضررة. أيضا قمنا بإيصال حتى اللحظة ما يزيد عن 390 طن من المساعدات الإغاثية والأولية والمواد التغذية العلاجية ومواد تنقية المياه ومواد أيضا حفظ المياه، إلى جانب مزيد من توفير الوقود للمؤسسات الصحية التي من أجل تستطيع أن توفر الاستجابة الصحية اللازمة، وأيضا مساعدة مخازن اللقاحات المكيفة لاستمرار حفظ اللقاحات التي تساوي ما يزيد عن 30 مليون دولار. نعم. أو ما يعادل 6 مليار ريال يمني. نعم. نعم. طيب أستاذ محمد، هل تفرض عليكم أي ضغوطات لإيصال المساعدات لجهة ما وحجبها عن جهة أخرى؟ دعنا نقول أن منظمة اليونسف لا تعمل بشكل مباشر، لا تقوم بإيصال المساعدات، لا يقوم موظفينا وفرقنا الميدانية بالعمل بشكل مباشر بإيصال المساعدات للمضررين. نحن نعمل على بناء قدرات المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة، وهي من تنفذ هذه تقوم بإيصال المساعدات وتنفذ المشاريع ميدانيا. يعني أنتم لا تشرفون على هذه المعونات التي تصل؟ نعم نعم نعم، لا نشرف ونراقب ونتابع ونحرص ونتصل مباشرة بالمستفيدين، لكن مسألة التنفيذ هو مسألة بناء قدرات، وأيضا لا يمكن لفريق المنظمة أن يقوم بالاستجابة في 19 محافظة شمال الصراع، بالنهاية عدد محدود وإن كان يفوق 120 شخص موجودين في البلاد. نعم. طيب أبرز المعوقات التي تواجه هذه المنظمات التي تتعاملون معها في توصيل المعونات الإغاثية لجميع المحافظات؟ التحدي الأبرز والرئيسي هو استمرار الصراع واستمرار المواجهات المسلحة أو القصف الجوي في مناطق مختلفة من البلاد. التحدي الذي يليه وربما يوازيه هو انعدام الوقود وانعدام التيار الكهربائي وتضرر شبكات الاتصالات من أجل معرفة احتياجات المناطق المتضررة، وأيضا المتابعة وتقييم أداء الزملاء والشركاء في الميدان. كيف تقيم أستاذ محمد الوضع الإنساني إذا ما استمر الحال على ما هو عليه حاليا؟ في بداية الأمر الوضع الإنساني قبل هذه الحرب لم يكن جيدا، كانت اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وكانت أطلقت مجموعة الأمم المتحدة ومجموعة العاملين في المجال الإنساني إذا استغاثة مطلع عام 2015
بأنهم بحاجة إلى أكثر من 270 مليون دولار للاستجابة للطوارئ الموجودة في اليمن. كان هناك ما يقرب من 12 مليون مواطن يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ما يزيد عن نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، ما يزيد عن 800 ألف طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية. هناك أيضا نسبة كبيرة من الأطفال خارج المدارس، كان هناك تجنيد للأطفال، كان هناك أيضا قضايا تنموية وتخلف تنموي مزمن تعاني منه البلاد. لم تكن الخدمات الصحية بوضع أفضل، لم تكن الخدمات الاجتماعية بوضع أفضل. يعني الحرب أتت وضاعفت هذا الوضع، بل زادته سوءا وتعقيدا. كان عدد النزوح تقريبا 1000 أسرة، عدد الأسر النازحة في اليمن قبل الحرب، لكن الآن وصل العدد إلى رقم مهول. هناك ما يزيد عن نصف مليون من السكان نزحوا من مناطق الصراع المختلفة، سواء في صعدة أو في عمران أو في مأرب أو في صنعاء أو في تعز أو في عدن، في لحج، في الضالع، في حرب، في مناطق مختلفة جدا تضررت وضاعفت وفاقمت الوضع الإنساني بشكل دعنا أقول كارثي. أستاذ محمد، المناطق التي لم تصلها أي معونات إغاثية إلى اليوم ما هي؟ لا أستطيع بصراحة، بالتأكيد لابد أن يكون هناك مناطق لم تصلها هذه المساعدات لأسباب متعلقة بالصراع، لأسباب متعلقة بانعدام المشتقات النفطية وعدم قدرة شركة النقل توفير الوقود اللازم لصنع هذه المساعدات. لكن لا أستطيع، لا توجد لدي، من أجل كنت صادق، لا توجد لدي خارطة بالمناطق التي لم تصل إليها المساعدات. نعم. أيضا اضرب حسابك أن فريق مجموعة العمل الإنساني في اليمن ليست منظمة اليونيسف فقط، هناك ما يزيد عن 90 منظمة محلية ودولية تعمل في الاستجابة الإنسانية. نعم. فما لم تصله اليونيسف سيصله غيرها وهكذا. أستاذ محمد، يعني سؤال أخير، كيف يمكن تفادي مثل هذا الوضع السيء الذي يعاني منها المواطنون في اليمن وإيجاد آلية للحيلولة من أجل إيصال المساعدات وأن تصل إلى كل المحتاجين والمتضررين وأنت تتكلم من الميدان؟ نعم، أولا لابد من توفير سبل الوصول للمناطق المتضررة، لابد من وجود وسائل معينة أو توقيت معين طويل يتيح للعاملين في المجال الإنساني الوصول للمناطق المتضررة ومساعدة وإغاثة المتضررين، سواء كانوا مصابين أو كانوا نازحين أو كانوا في مناطق تحت الحصار بسبب الصراع. هذا أولا سبل الوصول وتيسيرها. اثنين، توفير الوقود اللازم لمؤسسات المياه والمؤسسات الطبية والمؤسسات التربوية والتعليمية التي من أجل تستطيع استضافة والقيام بأدائها وخدماتها كما ينبغي، لأن وضع الصحي الآن متردي لعدم توفر لعدم آهلية المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق المتضررة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وبسبب غياب الوقود. فإذا لابد من تخصيص كمية من الوقود لهذه المستشفيات، أيضا توفير وقود لشبكة العمل الإنساني بحيث تقوم بإيصال المساعدات، إتاحة الفرصة واللازمة والوقت الكافي لتقييم الاحتياجات في مناطق الصراع المختلفة بدل ما تكون تقييم احتياجات تقديرية وتقريبية. نعم. أيضا توفير حماية العاملين في المجال الإنساني وعدم استهدافهم باعتبارهم يقومون بإنقاذ الحياة وتوصيل هذه المساعدات للمتضررين من كل الأطياف ومن كل الفرق. نعم. بدون تمييز أو تخصيص لمنطقة دون أخرى. نعم، أشكرك جزيل الشكر المسؤول الإعلامي لمنظمة اليونيسف الأستاذ محمد الأسعدي، كنت معنا من صنعاء، وإن شاء الله يا رب أن يعني طرفي الصراع وبالذات الميليشيا أن تحكم العقل وعلى الأقل أن تفتح المجال لهذه المنظمات الإغاثية بإيصال المعونات والمواد الطبية والإغاثية إلى المواطنين المتضررين وأن يكون الصراع في مكان الصراع بعيدا عن المدنيين. أشكرك جزيل الشكر، وأيضا أشكر من كان معنا من الرياض، رئيس اللجنة العليا للإغاثة ووزير الإدارة المحلية الأستاذ عبد الرقيب فتح، وأيضا من صنعاء المسؤول الإعلامي لمنظمة أو المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأستاذ عدنان حزام. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. غدا بإذن الله تغطية خاصة بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.